وأحس أيضا أن الناس يحبوني حبا حقيقيا. يعني حب الناس أنا تمنيت أنه يشوفه رغم أنه يشعره، بس ما كان الحب الدرجة هذه، ما كانت الصحف والمجلات والعالم كلها يعني كانت تسأل عن نجيب أو تسأل، فهذه يعني تمنيت أنه شافها وعرفها. رحل نجيب ولكن موروثة يجب أن لا يرحل، إنتاجها الفكري، تفاعلاته، مناسبات اللي أقامها، لقاءاته، يجب أن لا تذهب، يجب أن تجمع، توثق وتدون وتؤصل. وهذا الأشياء، هذا أتمنى هذا الحلم يتحقق وهذا المشروع يتحقق، مشروع نجيب الزامل. السنوات اللي أمضاها في الإعلام وفي الفكر وفي الثقافة وفي العمل الإنساني والاجتماعي، أنها يتم جمعها وتدوينها حتى تكون تجربة يضاف عليها، وتكون تجربة تتداولها الأجيال بإطارها الشمولي. أنا ما قدرت أشوف حتى لوحة اللي بالشارع اللي موجودة إن نجيب الزامل محطوط اسمه بالشارع، ما أنا أحاول أتحشاها، ما أبغى أضع عيني في عين اللوحة هذه. أبوي مضى الله يرحمه، بس كنت متوقع أن أبوي يمضي، بس أخوي نجيب تشكيل، يعني أنا شكلني أخوي نجيب، يعني أنا تشكلت صاغني نجيب أخوي صياغة كاملة. أنا بقول لكم يعني حتى نظرتي للحياة، حتى نظرتي للدين، حتى نظرتي للدنيا حولي، لعلاقاتي مع الناس، علاقاتي مع المجتمع، لعملي في المجتمع، امتزج كل كلماتي، أشيائي، تعاملي. ما نب زي نجيب مرة ثانية، أنا من نجيب ولا زي نجيب ولا بحول نجيب، لكن نجيب شكل حياتي فعلا. فلما أقول شكل حياتي ثم ما أجد من أستشير، ما أجد من أتعلم، من أطرح رأيي منه معه، أشعر بالفقد فعلا، أشعر بالفقد بشكل كبير جدا. شخصيا فقدت التوازن، يعني ربما تجاوزنا الحزن، لكن إلى الآن لم أستطع أن أصل إلى توازن حقيقي بسبب فقدان هذا اللي له جزء كبير من حياتي وجزء أكبر من فكري فعلا. فإلى الآن ما زلت يعني أفتقده فقدان كبير. الوالدة الله يخليها لنا، نحن يعني أخوتي وأنا كلنا نقوم بأن نسليها، يعني دائما نكون جنبها على طول بقربها، على أساس لا تفكر في هذا الموضوع. مثلا قبل قليل لما كلمت عن ذكريات نجيب بكت وقامت، دائما نحاول أن نبعدها عن تذكره، وأن تذكرته ابتدأنا نشغلها بمواضيع أخرى، وأن نقول لها نطلبها الدعاء له، بحيث أن فعلا تبتعد عن أن تفكر فيه. جدا مشتاق له، لدرجة أن أحيانا أقول الله يجمعني فيه بأقرب وقت. فعلا فعلا فقد الوالد يسحب المعنى من الحياة. وساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، فإن غاب عن سمعي وعن بصري فإن سويد القلب يبصره. هذا ما أقوله لأبا يوسف رحمه الله رحمة واسعة.